خلينا في البداية نطمن حضراتكم على منتخبنا اللي ظهرت سلبية مسحته الطبية الحمد لله، واللاعبين كمان امبارح وصلوا تدريباتهم استعدادا لماتش كوت ديفوار بقى بكرة اللي هيكون زي ما انا قلت في طبعا تمام الساعة 6، بس خلاص يعني الناس كلها منتظرة، الناس عايزة تشوف كورة وأداء ونتيجة. كيروش يعني على الصعيد الثاني حرص امبارح ان كمان التمرين يكون مغلق بعيد عن وسائل الاعلام حرصا على هنا فرض جانب تكتيكي كويس. على فكره ده حاجه ايجابيه جدا، احنا مش زعلانين ابدا، مش مهم خالص الاعلام يكون متواجد، بس المهم ان بعد كده يكون في شيء مرضي لينا كلنا، ده اللي هنرجع نقوله وهنقعد نكرره كذا مره. على كل حال بنتمنى ان احنا نكون مختلفين في ماتش غدا، بنقدم مستوى اكيد اكيد يليق بينا، وباذن الله كمان نحسم هنا بقى كريم التاهل لدور الثمانيه. وعلى الصعيد الثاني برده خليني اقول لحضراتكم نطمنكم، احمد فتوح ومحمود الونش وصلوا تدريباتهم التاهيليه وبنسبه كبيره وفقا للمعلومات يعني اللي جات لنا ان فتوح هيلحق ماتش غدا، لكن الونش لسه مش جاهز، فدي اخر المستجدات. على كل حال طبعا بنتمنى مره ثانيه يعني اللعيبه يكونوا في افضل حالاتهم، هو ده اللي احنا منتظرينه. برده عشان الكلام يبقى واضح، ارضيه ملعب مش حلوه، ارضيه الملعب ممكن ما تكونش الافضل، عندك بعض المشاكل في التحكيم ممكن تكون موجوده، خلاص دي برده ممكن تكون امر واقع يا كريم طبعا. احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتحكم في الظروف، ما نوصلش ان احنا نحط نفسنا تحت رحمة اصلا اي غلطة تحكيمية، يعني ده اللي احنا بنأمله غدا ان شاء الله ان احنا نشوفه، اعتقد الجماهير كلها منتظرة. وانت بتقولي احنا عملنا كده في نفسنا واستدركتي وقلتي هو مش احنا احنا، سرحت انا في ايه بقى؟ هو مش احنا احنا على فكرة ولا هم هم هو هو حلو ده والله العظيم. المهم